أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية. في هذه الحلقة نتحدث عن آخر المستجدات كرويا، دور المحترفين وآخر الأخبار كرويا. ضيف الحصاد لهذه الليلة الزميل الصحفي ثائر الشباني. يسعد مساك ثائر. مساء الخير زميل ليث، لك وللسادة المشاهدين. الأسبوع الخامس انتهى والأهلي في الصدارة مع بقاء مباريات مؤجلة بكل تأكيد للحسين للوحدات لنظر المشاركة الآسيوية. أنا باعتقادي أنها صدارة مستحقة، الأهلي عرف كيف يتعامل مع المباريات الخمس في بطولة الدوري وآخرها مباراة شباب الأردن، تأخر بهدفين ثم عاد وحقق فوز مهم ومثير على شباب الأردن بثلاث أهداف لهدفين. الأهلي خطط كما قلنا في وقت سابق منذ البداية على أن يكون هذا الموسم مختلف. أنا باعتقادي أنه 13 نقطة لجمعها الأهلي، 4 فوز وتعادل وحيد مع النادي الفيصلي، مهمة ومهمة جدا للفريق وتمنحه معنوية كبيرة، خاصة أنه مباراة المقبلة ستجمعهم الوحدات، منافس قوي ويريد مواصلة انتصاراته خاصة بعد تعادله مع الفيصلي للاقتراب أكثر من الأهلي المتصدر. الآن هناك فرصة أمام الحسين إربد للحاق بالأهلي في الصدارة في حال حقق الفوز غدا في مباراة معان وفي مباراة المؤجلة التي ستقام يعني نهاية العام الحالي أمام غير السرحان على ملعب الأوري محمد. لكن الأهلي بكل أمانة يمتلك مدرب جيد، بدأ بشكل تدريجي يعني يترك بصمة مؤثرة على أداء اللاعبين، اللاعبين بدأوا يفهمون ما يطلب منهم من هذا المدرب الذي يعني أعتقد أنه يخوض أول تجربة له في الدوري الأردني، خاصة أنه كان مساعدا لمدرب منتخب الناشئين قبل سنوات عديدة، لكنه يحمل أعلى الشهادات ويعني ترك بصمة مؤثرة. تأخر في النتيجة أمام شباب الأردن، تأخر في النتيجة أمام الفيصلي ثم عاد، وهذا يثبت أنه قارئ جيد للمباراة ويعرف كيف يتعامل مع المباريات. نعم ثائر، عدد جيد وكبير من الأهداف في الأسبوع الخامس، قوة هجومية أم ضعف دفاعي؟ يعني ممكن تكون قوة هجومية وضعف دفاعي في نفس الوقت. المباراة الأعلى تهدفيا كانت مباراة الجزيرة وغير السرحان، وهي الأكثر إثارة بكل أمانة في هذه الجولة، كانت مباراة مثيرة ومميزة بكل ما تحمله الكلمة معنا. الجزيرة يعني عاد بعد تأخره بثلاث أهداف لهدف أمام غير السرحان، أكيد 18 هدف في 5 مباريات باستثناء مباراة يوم غد أمام الحسين ومعان، هذا يؤشر أنه هناك قوة هجومية كبيرة للأندية، وهناك أعتقد في مشاكل دفاعية كبيرة لدى الأندية، لكن في المحصلة النهائية كل ما زادت الأهداف كلما كانت الإثارة أكبر، كلما استمتع الجماهير واستمتع المعلق وحتى المحلل في هذه الأهداف. المباراة التي تخلو من الأهداف هي مباراة أعتقد أنها جماليتها تقل أكثر وأكثر. نعم، تقييمك حتى الآن لبطولة الدوري مع نهاية الأسبوع الخامس؟ يعني أنا باعتقادي أن المستوى حتى الآن هو مستوى متوسط إلى يعني جيد إلى متوسط، خاصة أن الفرق لم تحصل على فترة استعداد كافية، لم في البعض منها أنجز تعاقداته بشكل متأخر، حتى نوعية المحترفين الذين يعني استقطبتهم الأندية لم يكن لهم تأثير كبير بكل أمانة على المستوى الدوري في الموسم الحالي، سواء في الوحدات في الفيصلي حتى في الحسين الأربد وكل الأندية. هناك يعني عناصر قليلة من المحترفين برزت، كلام مهاجم الأهلي مثلا برز بشكل جيد مع النادي الأهلي، لكن في المحصلة النهائية أنا بعتقد نوعية المحترفين في الموسم الحالي ربما تكون الأسوأ في المواسم الأخيرة، خاصة أن الوقت كان يعني صعب وضيق على الأندية سواء بالتعاقد مع اللاعبين المحليين أو اللاعبين المحترفين. نعم، الدوري حتى الآن جيد، الفرق التي لا تحظى بالجماهيرية الكبيرة تقدم مستويات جيدة، مبارياتها تحظى بإثارة ومتعة. نتحدث عن شباب الأردن والأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، الجزيرة ومغير السرحان كانت مواجهة قوية وحدث هذا الشيء في الأسابيع السابقة. وهنا على الجهة الأخرى نتحدث عن الفيصلي والوحدات، هل غياب الجماهير وغياب الزخم الجماهيري للفريقين قلل من حضور الفريقين في بطولة الدوري، أو باتت الجماهير لا تشعر بالمتعة في هذه المباريات؟ لا نتحدث عن مواجهة الفيصلي والوحدات بالأمس. يعني أنا بعتقد أنه يعني امبارح في مباراة الوحدات والفيصلي لما قمة الدوري الأردني حضر 6,058 متفرج، هذا عدد قليل وبصراحة مفاجئ. هذه مباراة تحتاج فيها الفيصلي والوحدات إلى جماهيرهما، خاصة أن الوحدات كان يمتلك 75% من ساعة المدرجات مقابل 25%، خاصة أنهم يعني بحاجة إلى الانتصارات حتى يبقوا قريبين من الأهلي المتصدر وحتى يعني من الحسين إربد والوحدات، والحسين إربد بنفس المستوى من عدد النقاط، خاصة الآن الحسين إذا ما حقق فوز يوم غد ربما يتقدم يصبح ثانيا جنبا إلى جنب مع فريق الرمثة، لكن بعدد مباريات أقل. الجماهير ضرورة قصوى للأندية الجماهيرية التي تريد
المنافسة على البطولات سواء الدوري أو الكأس أو الدرع، ولهذا أنا بعتقد أن الجماهير ساهمت بشكل كبير في يعني انخفاض المستوى الفني للمباريات. يعني أمس لم تكن مباراة الوحدات والفيصلي بهذه الجمالية التي كانت قبل سنوات عديدة، اللاعبين لم يكونوا بوضعهم الطبيعي مع أن المباراة انتهت بهدف لهدف، كان هناك هجمات خطيرة للفيصلي، كان هناك هجمات خطيرة للوحدات، ضاعت فرص هنا وفرص هناك، لكن في المحصلة النهائية الجماهير لم تعد تتشوق لمثل هذه المباريات كما كان في سنوات سابقة. في هذا الموضوع بالتفاصيل أكثر، بالأمس تحدثنا عن مواجهة الفيصل والوحدات في الحصاد فنيا وتحدثنا في الاستوديو التحليلي، أبرز ما جاء في هذه المواجهة في البداية الحضور الجماهيري الذي يعطي دائما أجواء خاصة لهذه المواجهة غائب عن مواجهة الأمس. اعتدنا في سنوات سابقة لحظة طرح التذاكر ساعات وتذاكر تكون نفذت، جماهير الفيصل حضرت وملأت النسبة المخصصة للنادي، جماهير الوحدات غابت. ونسمي الأمور بمسمياتها، مقاطعة مجموعة وحداتي للمدرجات بسبب الأحداث في غزة هل لها تأثير كبير على بقية جماهير الوحدات في الحضور؟ أكيد مجموعة وحداتي لها ثقل كبير في المدرجات، لكن لا يعني أن تقاطع مجموعة وحداتي المدرجات أن يكون العدد بهذا الشكل. مجموعة وحداتي هو عبارة عن يعني مجموعة عدد أعضاها لا يتعدى 500 شخص، ربما يكون هناك محبين أو متعاطفين أو مقتنعين بفكرة مجموعة وحداتي، لكن جماهير الوحدات بالملايين. أنا بعتقد أنه جماهير الوحدات لا تتأثر بمقاطعة مجموعة، مع أنه يعني هذا حق لها أن تقاطع لوجهة نظر نحترمها ونقدرها، لكن في النهاية هذا لا يعني أن الوحدات يحصل على 10,000 تذكرة مثلا في هذه المباراة، لا يأتي يعني إلا 3,500 متفرج. هناك مشكلة، ربما تكون الأحوال الاقتصادية كمان، أحداث غزة، عديد الأمور التي ساهمت في غياب الجماهير. مجموعة وحداتي قاطعت لكنها هي سبب، لكنها ليست السبب الرئيسي. نعم. الذي يمنع جماهير الوحدات وهم بالملايين أن نعم. يحضروا مثل هذه المباريات. طيب نكون واقعيين أكثر، وهاي مشكلة هذا الموسم للأمانة هو الحضور الجماهيري. الأرقام متواضعة جدا على صعيد كافة المباريات، وإذا بنتحدث اليوم عن الدوري لهذا الموسم نوعا ما أفضل من دوري الموسم الماضي في إثارة في المواجهات. في البدايات ما في فريق قوي ما في فريق ضعيف، المستويات متقاربة، في الإثارة حاضرة والانتصارات مهمة بالنظام الجديد لبطولة الدوري وهبوط 4 فرق. احنا بالسنوات السابقة ثانية ما بتشوف اليوم المناكفات الرياضية اللي كانت تصير، ولفجأة شيطنا هذا الموضوع وكبرنا منه كثير وأصبح يعني وكأنه قضية وجريمة، وأصبح في فتور لدى الجماهير. يعني إذا بترجع تاريخيا الجمهور كان يحضر ويملأ المدرجات، كان فيصل أو وحدات، وقت ما يصير في مناكفات أو يطلع مشجع يستفز فئة أخرى، هل جمهورنا اليوم بحضر لأجل هذه المناكفات؟ يعني بحضر هو اليوم دقارة بيجي على الملعب بالعامية، ولا ما بيجيش يحضر فني ويتابع كرة قدم؟ يعني أنا بعتقد أنه الحماس على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر بكثير من الحماس على المدرجات، والدليل أنه عدد الحضور لمباراة الفيصل الوحدات لم يتعدى كما قلت 6,000 متفرج. هناك عوامل كثيرة للأمانة ساهمت أو تساهم في عدم حضور يعني الجماهير إلى المباريات، خاصة إن بدنا نحكي عن الفيصلي. نتائج الفيصلي في الفترة الأخيرة 3 تعادلات، وتبعها تعادل رابع أمام الوحدات وفوز وحيد. الوحدات كان بأمس الحاجة إلى جماهيره، خاصة أنه يعني حقق المطلوب منه أمام سبهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2، حقق فوز مهم ومستحق على سبهان أصفهان، كان متوقع أن تأتي الجماهير بأعداد كبيرة لهذه المباراة حتى تدعم فريقها، لكن في المحصلة هي لم نشاهد إلا عدد محدود يحترم ويقدر من جماهير الوحدات التي حضرت هذه المباراة لدعم فريقهم. في النهاية الوحدات خسر نقطتين والفيصل خسر نقطتين، والخسارة والفائز الأكبر أنا باعتقادي هو الأهلي الذي يتربع على الصدارة، وربما يكون الحسين أربد في حال حقق نتيجة إيجابية في مباراة يوم غد أمام معه. نعم، ومن أبرز ما جاء أيضا في مواجهة الأمس، أبرز ما جاء هو أيضا كمان غياب النجم الأبرز، نجم فوق العادة لم يحضر في مواجهة الفيصلي والوحدات، مستوى متواضع لكافة اللاعبين، في لاعبين قاموا بالواجبات لكن لم نشاهد نجم سوبر اللي يستطيع أن ينهي المباراة لصالح فريقه. يعني إذا بنحكي عن الوحدات، أنا بعتقد أنه الفيصلي بشكل كبير بأمانة كان يحسد في الموسم الماضي على تواجد أفضل لاعبي خط الوسط في الفريق الفيصلي. إذا بنحكي عن نزار رشدان ذهب للخليل البحريني، عبيد السمارني الإصابة منعته من أنه يكمل مشواره مع فريق النادي الفيصلي، سيصة انتقل إلى فريق الحسين أربد، لما يتبقى سوى مهند خير الله وخالد زكريا. تعاقد الفيصلي مع فضل هيكل حتى وهو من النجوم الموهوبة والصاعدة والمؤثرة في تشكيل الفيصلي، لكن قدر الله والإصابة منعت من أن يكمل مشواره وأن يحضر في هذه المباراة. محمد كحلان
النجم الأبرز الذي برز أمام الأهلي طرد في مباراة الأهلي وغاب عن مباراة الفيصلي، الفيصلي فقد كثيرا من قوته خاصة في منطقة خط الوسط. أضف إلى ذلك أن الفيصلي أبرز 4 أو 5 لاعبين والذين ساهموا في نتائجه الكبيرة في مرحلة الإياب في الموسم الماضي انتقلوا إلى فريق الحسين أربد باستثناء وانجا. لكن ثائر، رغم كل ذلك كان الفيصلي أفضل في مواجهة الأمس، لنكون واقعيين، من حيث الفرص، الخطورة على المرمى، الاستحواذ. على الجانب الآخر الوحدات منتشي بفوز آسيوي، غيابات ما في، الإصابات ما في إصابات، يعني الفريق كان دخل هذه المواجهة بصفة مكتملة. يعني كأسماء الفيصلي كان أفضل بشكل عام، مع دكة البداء للفيصلي كانت أفضل من دكة بداء الوحدات. التبديلات التي قام بها الكابتن رأفت محمد كانت أكثر إنتاجية من التبديلات التي قام فيها الكابتن رأفت علي. دكة الفيصلي مليئة بالأسماء الكبيرة، نحكي عن منذر أبو عمارة، ياسين البخيت، أمين الشنايني وغيرهم، بكر كلبون وغيرهم من اللاعبين، وحتى المحترف الجديد للفيصلي. أنا بعتقد أنه مع مرور الوقت ومع الجاهزية الكاملة، خاصة أنه المدرب الفيصلي حكى أنه لم يصل إلى 60% من جاهزيته المطلوبة، بالمقابل الوحدات يعاني من الدكة. يعني احنا امبارح بنشوف كانت في حمله كبيره من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي على تبديل مهند سمرين، لم يعرف السبب الحقيقي ان كان فني او كان ارهاق او اصابه للاعب مهند سمرين. ليث زمان الوحدات لما كان عنده مهند وانس العوضات وشراره، لما كان مدرب يبدل لاعب او لاعبين كان في لاعب يجيل الفريق. الان كل الضغط على مهند سمرين، لا يوجد افضل من مهند سمرين ان يوصل الكرات الى مهاجمي نادي الوحدات في الوقت الحالي، لكن اذا غاب مهند غاب الوحدات، وهذه مشكله في ان الوحدات لم يعني يستطع التعاقد او الابقاء على انس العوضات او شراره ومهند ابطاء او على الاقل واحد من هؤلاء الثلاث حتى يساعد مهند سمرين في يعني حمل الفريق. نعم، نتحدث عن مواجهة الغد. يلتقي يوم الغد نادي الحسين في لقاء مؤجل أمام نادي معان. الحسين فرصة اليوم للحسين، الدافع كبير على الصعيد المحلي بعيدا عن الخسارة الأسيوية الثقيلة، لكن فوز الحسين اليوم مع تعثر الفيصلي والوحدات عن بعض، الحسين اليوم دافعي أكثر لأنه يحقق لقب دوري للحظة قد يكون أسهل من دوري الموسم الماضي. أكيد ليث، الحسين فريق كبير بأسمائه بإدارته وبجماهيريته، والآن أصبحت جماهير الحسين لديها شغف أكبر في متابعة فريقها وأخبار فريقها. نادي الحسين يجب أن يستغل الخسارة الأسيوية لمصلحته. كيف يستغلها لمصلحته؟ أن يقدم أداء جيد أمام فريق معان. فريق معان فريق مجتهد، يمتلك مدرب على مستوى عالي، يمتلك لاعبين على مستويات عالية، لكن على الورق الحسين أفضل بتشكيلته الأساسية أو بالبدلاء. خسارة الحسين أمام أهلي دبي يجب أن تكون حافز كبير للحسين أن يعوض في هذه المباراة، مع أن المنافس ليس بالمنافس السهل، ربما يحقق المفاجأة كما حققها من قبل، حققتها من قبل أندية الصريح. شفنا كيف تعادل مع الحسين إربد، الوحدات تعثر هو الآخر كمان بتعادل، والفيصلي بأربع تعادلات. المباراة ليست سهلة للحسين ولكنها ليست صعبة. الحسين يجب عليها أن يلعب بواقعية، لا يندفع إلى الأمام بشكل كبير، ويحترم قدرات فريق معان الذي يمتلك القدرة على إحراج فريق الحسين إربد إذا لم يحترم المنافس. احترام المنافس أهم ما يجب أن يفعله الحسين إربد إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية. هي مباراة صعبة على الفريقين، لكنها على الورق هي يعني أعتقد أن الحسين أقرب للفوز في هذه المباراة. نعم، ترتيب الدوري مع نهاية هذا الأسبوع، كما تحدثنا عن بقاء بعض المباريات المؤجلة، الأهلي في الصدارة الرمثة ثانيا ب10 نقاط، الوحدات ثالثا ب8 نقاط، الحسين ب7 نقاط، في المركز الرابع الفيصلي ب7 نقاط أيضا، حل خامسا في الترتيب العام لأول 5 فرق. نتحدث هنا عن المنافسة ثائر، هل في الجولات القادمة تتوقع أن يتغير شكل المنافسة؟ أم هنا اليوم إذا نتحدث عن دوري مثير، إذا نتحدث عن 5 جولات الأولى والترتيب، عم نتحدث عن الأهلي داخل بالأجواء الرمثة، داخل أيضا بقوة بأجواء المنافسة، الوحدات، الحسين، الفيصلي. يعني ممكن يتغير الترتيب بين 5، لكن أنا أدخل فريق جديد وما يدخل فريق إلى المركز 5، لكن أنا بعتقد أن المنافسة حتى الآن وعطفا على ما شاهدنا ستكون ما بين الحسين، الوحدات، الفيصلي. حتى الفيصلي مع 4 تعادلات يبقى الفيصلي فريق كبير وقادر على العودة. الأهلي قدم مستويات كبيرة، والرمثة يبقى الرمثة، حقق فوز متأخر ومهم على نادي الصريح، أنا بعتقد راح يمنحه معنوية كبيرة ويعالج الأخطاء اللي صارت في هذه المباراة. المنافسة تكون بين، ونتمنى أن يدخل فريق 6 و7 حتى تكون الإثارة أكبر في دوري المحترفين، حتى يكون المتابعة أكبر،
إن شاء الله أن تعود الجماهير يعني بشكل أكثر إلى المدرجات. بانتظار الوحدات بقي له مواجهة مؤجلة، الحسين مواجهتين مؤجلتين. الحسين راح يلعب بكرة، بكرة له مواجهة مع مغير السرحان، الوحدات له مواجهة مع يعني نتحدث بكرة ضد الحسين، فاز عنده اليوم الحسين 7 نقاط، فاز 10 نقاط، ويفوز في المباراة هاي 13 نقطة، إذا هو تساوى مع نادي الأهلي ممكن هاي تعطي أيضا شكل، يعني ممكن تعثر الحسين يعطي أيضا أجواء منافسة أكثر. أكيد. فوز الحسين في المواجهات ممكن يعطي انطباع أن الفريق بنفس القوة التي تمتع بها الموسم الماضي بخسارة واحدة حقق لقب بطولة. يعني أنا بأكد لك أن الحسين أقوى من الموسم الماضي، عطفا على الأسماء التي عزز بها صفوف الفريق. نعم. سواء من رباعي الفيصلي، سواء من اللاعبين الشباب ونوعية المحترفين. طيب احنا راح يكون معنا بعد لحظات إن شاء الله عبر الهاتف أمين سر نادي الحسين للحديث عن المشاركة الآسيوية، الحديث عن استاد الحسن في إربد وعدم اعتماد الملعب لمواجهات الحسين في دوري أبطال آسيا. يعني أنا بعتقد أنه هذه خسارة وضربة كبيرة لنادي الحسين ولجماهير نادي الحسين التي لها الحق أن تشاهد فريقها يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن في النهاية هناك أخطاء حصلت، يجب أن يتحمل المخطئ المسؤولية. حسب ما يعني قرأنا وسمعنا أن إدارة الحسين لم تقصر، حاولت تقديم كل ما يمكن تقديمه حتى يحظى الملعب بموافقة الاتحاد الآسيوي، لكن هناك شروط لم تطبق ولم توفر، وبهذا يعني الاتحاد الآسيوي قرر عدم اعتماد هذا الملعب، وبهذا سيلعب الحسين إربد مبارياته البيتية على استاد عمان. نعم ثائر، يعني اللي في البيان الصحفي في جزئية في البيان حيث قامت إدارة نادي الحسين وعلى دينار نفقتها والتي بلغت 10,000 دينار دفعت، وين بتصير هاي؟ يعني تعقيبك على هذا الموضوع أنه يعني اليوم هاي مسؤوليات وزارة الشباب، اليوم لما نادي أهم تعاقدات وين وشوش بدي يعمل كل شيء. يعني احنا أول شيء بتمنى من وزير الشباب الجديد، نتمنى له التوفيق في مهمته، أن يعني يفتح تحقيق لماذا لم يحظى استاد الحسن بموافقة الاتحاد الآسيوي، هي أهم خطوة يعني أو أهم ملف أمام وزير الشباب والرياضة الجديد. الأمر الآخر، أنا بعتقد أن الحسين قدم يعني حتى ينهي هذا الملف في أسرع وقت، ربما يعني لا نعرف السبب الحقيقي لتقديم هذا المبلغ، لكن في النهاية هو قدم حتى يساعد وزارة الشباب ويساعد في إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، خاصة أن الوقت المتاح أمامه ضيق، لكن في المحصلة هذه وظيفة وزارة الشباب. أنا بعتقد أن مواعيد مباريات الحسين كانت مقررة منذ وقت طويل ومعروف لدى الاتحاد الأردني ولدى وزارة الشباب ولدى نادي الحسين، ولهذا كان لابد من يعني إدارة مدينة الحسن أن تعمل على حل كل المشاكل العالقة قبل أن يصدر هذا البيان وقبل أن يعني يزور الاتحاد الآسيوي الملعب سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية. صحيح، خسارة كبيرة، يعني بعض الأمور هي متطلبات رئيسية أساسية، يعني ما نشوف ببيان الحسين بيحكي لك عدم ترقيم المقاعد الجماهير، أرضية الملعب، يعني أرضية الملعب بدنا إياها لدورينا قبل ما أنه نلعب دوريات أو يعني شغلات مش مستحيل خارجية. مش مستحيل إنجازها، مش مستحيلة. خسارة كبيرة للحسين أكيد لجماهير نادي الحسين اليوم، وأيضا دافع لنادي الحسين. يعني اليوم خلينا نكون واقعيين، لعبة بالاستاد الحسن في إربد ملعبه فل، بالاستاد عمان ما راح يكون الملعب فل، خلينا نكون واقعيين. الملعب له دور، الملعب له دور، كل الملاعب هي ملاعب بيتية والملاعب للوطن، لكن في النهاية لما يلعب في استاد الحسن أنا بعتقد أنه أسهل لجماهيره أن صحيح. تحضر بأعداد كبيرة صحيح. وحتى اللاعبين نفسيا يكون عطاهم أفضل وأكثر في هذه المباراة. نعم، إحنا راح يكون إن شاء الله معنا اتصال أمين السر لنتحدث أكثر وأكثر ويحدثنا أكثر عن حيثيات البيان. معنا السيد معتصم الكردي أمين سر نادي الحسين. أستاذ معتصم يسعد مساك. مساء الورد أخوي ليث، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. يوم الغد لكم مواجهة بدوري المحترفين، لقاء مؤجل أمام نادي معان، والحديث عن اعتماد ملعب نعم. الحسن والأمور في نهاية المطاف كان بقرار من الاتحاد الآسيوي وبعدم اعتماد الملعب. أصدرتم بيان كنادي حسين أستاذ معتصم، حيثيات هذا البيان. نعم. أخوي ليث تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم، وشكرا لكم على يعني تعطينا الفرصة للحديث عن هذا نعم. الموضوع. أخو ليث كما يعلم الجميع، يعلم المطلعين بالاتحاد الأردني لكرة القدم أو المطلعين بالقطاع الرياضي، يقوم النادي في بداية الموسم بالتقدم للطلب على حصول على الرخصة الآسيوية والتي تتيح له لعب البطولات الآسيوية. هذه الرخصة من متطلباتها أن يتم اعتماد ملعب بيتي يحدده النادي الحاصل على الرخصة الآسيوية. نعم. وهذا ما تم، هذا ما تم من شهر 4 هذا العام، إنه تم مخاطبة إدارة مدينة الحسن ليتم اعتماد مدينة الحسن كملعب بيتي
لنادي الحسين الرياضي، وتمت الموافقة بكتب رسمية من إدارة مدينة الحسن. الآن الخطوة الأخرى أو الثانية تيجي تقع على عاتق الاتحاد الأردني لكرة القدم بمتابعة تطبيق المعايير والشروط اللي يجب أن تكون متوفرة بهذا الاستاد. أخوي ليث، إحنا بعديها إحنا كنادي الآن دورنا انتهى، هون انتهى متابعته. تفاجأنا من خلال متابعتنا إحنا كإدارة مدينة الحسن والجهة المسؤولة بالاتحاد الأردني لكرة القدم بشهر 7 أنه في تم توجيه كتاب من الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى إدارة استاد الحسن أنه يوجد بعض المتطلبات والشروط يجب أن يكون توفرها بالاستاد، لأنه يوجد فيه زيارة من الاتحاد الآسيوي للكشف على ملعب الحسن. بعد ما اطلعنا على هذا الكتاب وجدنا أنه في بعض البنود غير موجودة على أرض الواقع، وتم مراجعة إدارة مدينة الحسن أن هذه المتطلبات يجب أن تكون متوفرة. فكان رد إدارة مدينة الحسن أنه إن شاء الله راح تكون متوفرة توقيت الزيارة. مع مضي الأيام ما كان هناك أي شيء على أرض الواقع بنعمل. فإحنا الآن كنادي الحسين تدخلنا بهذا الموضوع. شكلنا مجلس النادي نشوف شو المتطلبات الموجودة. إحنا كنادي الحسين قمنا من الثمن بنود الموجودة من كتاب الاتحاد الأردني موجه للأستاذ الحسن، من ثمن بنود بعمل 5 بنود منها على نفقة نادي الحسين الخاصة. منها توفير مولد كهربائي، منها إصلاح القواطع لإنارة، منها توفير لوحات إرشادية، إدهان الأطاريق، العديد من الأمور. يعني ما في مجال ذكرها الآن، لكن هذا يعني أخذه نادي الحسين على عاتقه بتوفيرها. أتت موعد الزيارة اللي كانت في 30/7 الزيارة الأولى. وبعدها كان في تقرير من الاتحاد الآسيوي بتاريخ 15/8 إنه عدم اعتماد مدينة الحسن كملعب بيتي أو كملعب حافل على الاعتماد المطلوب. هذه البنود كانت عبارة عن 9 بنود. طبعاً أنتوا قمتوا بجزء منهم وفي 4 بنود بقيت لم تقم بها. نعم صحيح. طيب أستاذ، عدم جاهزية المدرجات الجماهير من حيث عدم ترقيم الكراسي التالفة، كانت واضحة معكم الأمور هاي؟ يعني اليوم أنت الشروط بتكون واضحة، كانت واضحة هاي الأمور لما رحت شفتوا الملعب، شفتوا أنه كان فيه لسه بعض الأمور اللي بدها معالجة؟ طبعا هاي بالزيارة الأولى كانت بعد مش جاهزة. بالزيارة الأولى كانت في بعض كثير من المتطلبات غير جاهزة، وبناء عليه الاتحاد الآسيوي رفض اعتماد الملعب. تمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي مرة أخرى، مشكورين بالاتحاد الأردني، تمت مخاطبة عن طريقهم إنه إحنا بنطلب زيارة ثانية، وإحنا يعني قادرين إن شاء الله كإدارة مدينة الحسن على طلبية الشروط اللي ذكرت بالزيارة الأولى أو بالتقرير الأول. طب سيدي، احنا مركزين اليوم استاذ معتصم عن الاسباب التي وقفت امام اعتماد استاد الحسن في دوري ابطال اسيا. الاهم شو الاسباب اللي كانت تحكي لكم اياها وزاره الشباب بعدم القيام باصلاح او تعديل بعض الامور داخل الملعب؟ هسه الاسباب كانت عديده اخوي ليث. منها يمكن الفتره الزمنيه، مع ان الفتره الزمنيه احنا بنحكي تحكي عن 6-7 اشهر، يعني 6-7 اشهر فترة زمنية طويلة يعني ممكن. وفي بعض البنود والمتطلبات هي بنود يعني صغيرة جدا يعني، وحلولها لا تتطلب أيام. كان في يعني مثلا مبررات إنه المواضيع المالية فيش ميزانياتها حاليا موجودة. فأخوي ليس يعني هذا الذي حصل. وإحنا قلت لك في زيارة أخرى يعني تم يعني مخاطبة الاتحاد الآسيوي عن طريق الاتحاد الأردني، وحددوا مشكورين يعني الاتحاد الآسيوي، واجوا زيارة أخرى بتاريخ 15/9. تاريخ 15/9 تم تحديد زيارة أخرى. ونفس الشيء اجت كتاب من الاتحاد الآسيوي ب 18/9 مكون من 6 بنود رئيسية، من 5 بنود رئيسية وبند سادس. 5 بنود رئيسية متعلقة بالاستاد نفسه. والبند السادس اللي هو متعلق بموضوع فندق. مكان مقر الإقامة. احنا نتمنى لكم التوفيق، هذا لا يقف عائق امام نادي الحسين وإدارة الحسين. فاستاذ عمان، هي دعوة للجماهير، راح اعطيك مجال توجه للجماهير كلمة بدعوتهم للحضور ان شاء الله، ان يكون جمهور الحسين وجماهيرنا الأردنية حاضرة بقوة لمؤازرة نادي الحسين في مواجهته القادمة امام الكويت الكويتي. طبعا اخو ليث، يعني انا بس نقطة سريعة على الموضوع التقرير الاول والثاني.
التقرير الاول لم يتم فيه ذكر موضوع الفندق ابدا بتاتا. نعم. والكتب هاي موجوده لدى الاتحاد الاردني موجوده لدينا. الكتاب الثاني والتقرير الثاني لم يكن كان موضوع الفندق وهو غير ملزم، لكن هي كانت موضوع بنود واضحه، سوء ارضيه الملعب، الكراسي التالفه وغير مرقمه، قاعه المؤتمرات، قاعه الصحفيين، وعلى العديد من البنود الاخرى. الان انا اوجه رسالتي لجماهير نادي الحسين الرياضي. نعم. جماهير نادي الحسين الرياضي مش فقط بمدينه اربد، جماهير نادي الحسين الرياضي بجميع محافظات المملكه، واحنا على يقين تام انه استاذ عمان ان شاء الله تاريخ 12 مع اخواننا اشقاء نادي الكويت الكويتي راح يكون الاستاد يعني ممتلئ. واخواننا احنا من كمان دعوه هاي لاخواننا بجماهير الانديه الثانيه الاردنيه الشقيقه انها تآزر نادي الحسين الرياضي، لانه الان نادي الحسين الرياضي وايضا نادي الوحدات. نعم. الان هم يمثلوا اسم الوطن بالدرجه الاولى، يمثلوا انديتهم. فهي رساله يعني عن منكم وعن طريقكم اخوي ليث، انه دعوه لجماهير الانديه الاردنيه بالحضور مؤازره الفرق الرياضيه. ان شاء الله الجماهير بتكون حاضره ومؤازره لنادي الحسين، وان شاء الله كل هذه الامور لا تقف عائق امام نادي الحسين. لكن هي اليوم المشكله، وتناولنا هذا الموضوع، انه اليوم كل شخص انه يقوم بواجبه، كل دائره، كل مؤسسه تقوم بواجبها. يعني اليوم مش مسؤوليه نادي الحسين انه هو يتابع موضوع الملعب من الالف الى الياء، وعلى نفخته يقوم ببعض العمليات الاصلاحيه داخل الملعب. وكنت بتمنى ايضا من اداره نادي الحسين ان اثارت هذا الموضوع قبل القرار من الاتحاد الاسيوي. اخوي ليث، يعني احنا يعني كنا نشتغل يعني على نفس واحد مع الاتحاد الاردني ومع الوزاره يعني لتحقيق يعني هذا الموضوع. يعني للاسف يعني هذا اللي صار، هذا اللي حصل. احنا نتامل الان لازم نطوي هاي الصفحه. احنا بعدنا عندنا فرصه نطلب زياره اخرى من الاتحاد الاسيوي. نعم. عندنا مباراه مع النساف بالاردن، وعندنا مباراه مع الاهلي دبي بالاردن. احنا الان نتمنى على وزاره الشباب، على اداره مدينه الحسن، انه في بعض المتطلبات ان يتم تطبيقها، واتوقع انه الاتحاد الاسيوي بيقدر يجي زياره اخرى ويتم اعتماد الملعب مره اخرى. ان شاء الله نتمنى، واليوم ان شاء الله. واخوي ليث، يعني بدي اوجه رساله يعني بسيطه وتحملني فيها. خذ راحتك. احنا انديه الشمال سيدي، انديه الشمال تعاني. نعم. معاناه انديه الشمال، يعني انت الان لما تحكي عن نادي الحسين، نادي الحسين الان ملعب التدريبي. نعم. ملعب التدريبي هو ملعب تدريبي مشترك مع اخواننا بالنادي العربي. نعم. هذا الملعب التدريبي لنادي الدرجة الأولى ونادي المحترفين مع جميع فئاتهم. نعم. ملعب التدريب إحنا لما استلمنا أو إحنا تدربنا على هذا الملعب كان يفتقد لأدنى متطلبات العمل الاحترافي. نعم. قام نادي الحسين أيضا هو بتطوير الملعب وتزويده بجميع المرافق. الآن كمان رسالة، يعني أنا تحملني، لكن أنا بدي أستغل وجودي معك عشان نوصل رسالة معاناة الانديه الاردنيه. نعم. وخاصه الانديه بالشمال. هل تتخيل انه جميع يعني محافظه اربد جميع انديتها بكافه درجاتها لا يوجد ملعب عشبي واحد اللي يقوم هذه الانديه وفرقها الرياضيه باللعب عليه؟ فاحنا نعم. نتامل ومن وزاره الشباب او المعنيين او الجهات الحكوميه انه تنظر لمحافظه اربد، يعني بنحكيها بعين العطف على هذه الانديه وعلى قطاع الشباب. احنا نفتقد للملاعب العشبيه، وبتعرف انت الان الكره الاردنيه يعني باوجها باوج اعضائها، فيسوى انه احنا نعمل ملاعب عشبيه. واحنا صحيح. هون كمان احنا على استعداد كنادي حسين اذا تم تخصيص ارض ملك لنادي الحسين او اي طريقه قانونيه اخرى لا تقل مساحتها عن 10 او 15 دلم، ارض فاضيه، احنا على استعداد كنادي حسين ونقوم عليها بملعب عشبي بجميع المرافق الاحترافيه عليه. نعم، نتمنى ان تجد هذه الرساله اذان صاغيه، وان صوتك يكون واصل للمعنيين والمسؤولين. نتمنى اليوم حكومه جديده، معالي وزير شاب جديد، معالي المهندس يزن جديفات، ان يكون في نظره مختلفه في هذا الجانب، يكون في تعاون اكبر مع الانديه، وتكون اليوم شركاء استراتيجيين في هذا الموضوع. ما في مشكله لو اليوم انا باللي انا بقدر اخدم نادي الحسين فيه وهو يكمل، يعني انا اعطيه بدايه الطريق اللي هو بده يمشي عليه. طالما اليوم اداره نادي الحسين متكفله انه تعمل الملعب وبالعشب الطبيعي، مشكلتهم بالارض انه تكون الارض
منحة مقدمة من وزارة نعم. الشباب، وهذا الشيء بيساعد الأندية. واليوم أنديتنا حتى في عمان الفيصل وحدات الجزيرة في قطع أراضي، ممكن في فترة سابقة إدارة نادي الفيصل طلبت قطعة أرض للاستثمار، أراضي غير مستخدمة. بنتمنى يكون في تعاون في هذا الجانب، إذ لم يوجد الدعم المادي، خلينا نتحدث بالدعم اللوجستي بهذه الطرق، والأندية اليوم هي بتكمل بالاستثمار. كلامك صحيح يا أخوي ليث، وإحنا يعني اطلعنا بالأيام السابقة يعني على من خطاب جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه وكتاب التكليف السامي، أعطى أولوية وأهمية بموضوع القطاع الشبابي، وجه الحكومة والمسؤولين على الاهتمام بهذا القطاع. فإحنا يعني بسوى أنه الحكومة، لأنه أحكي لك أخو ليث، الاتحاد الأردني مشكور، الاتحاد الأردني مشكور، والإنجاز اللي صار نهائيات كأس آسيا هذا الإنجاز يحسب. يعني أنا ممكن يمكن هذا الكلام في ناس يمكن ما لا تحبوا إنه يتكلم فيه، هو يحسب فقط للاتحاد الأردني كرة القدم، رئاسة سمو الأمير علي، وللأندية المحترفين التي عانت صحيح. على مدة موسم اللي راح على 14 شهر معاناة صحيح. فهذا يحسب للاتحاد الأردني كرة القدم والأندية المحترفين ونجومها ولاعبينها اللي يعني أدوا ولعبوا بالروح العالية اللي أصابوا هذا الإنجاز. فإحنا بدنا الحكومة والمسؤولين يساعدوا الاتحاد الأردني كرة القدم، يساعدوا الأندية المحترفين مشان نبني على هذا الإنجاز، وإن شاء الله يعني تصفيات كأس العالم أنا متأكد وعلى يقين تام أن المنتخب الوطني قادر على وصول إلى كأس العالم إن شاء الله بنفس الجميع ونفسكم كأندية محترفين. بدي أشكرك السيد والأستاذ معتصم الكردي أمين سر نادي الحسين، كل الشكر لوجودك معنا في الحصاد. ثائر تعقيبك على هذه المداخلة المطولة والحديث عن معاناة أندية الشمال، معاناة نادي الحسين في هذا الجانب. يعني اليوم والله احنا نتمنى اليوم يعني بنقول الله يعطيهم العافية الوزير الشباب السابق، واليوم في معالي الوزير يزن جديفات، حكومة جديدة، العمل رسالة سامية من جلالة سيدنا للحكومة، كان في توصية في هذا الجانب، البنى التحتية، المنشآت الرياضية. إن شاء الله الواحد بتفائل إن شاء الله أن يكون في حال أفضل في هذا الموضوع. وعلى ما أعتقد أن وزارة الشباب يعني قبل نهاية دورة هذه والفترة كان في خطط لإعادة ترميم أو إعادة تصليح بعض الملاعب، يعني كان في حكي أنه ملعب السلط ممكن تتغير مقاعد المدرجات، يتم هدمها وبناء مدرج جديد. في بعض الأمور وفي بعض الخطط، بقي أن نشاهد هذا الشيء على أرض الواقع. يعني أنا بعتقد أنه كتاب التكليف السامي من جلالة الملك هو ملزم للحكومة وملزم لوزير الشباب، ويجب العمل عليه منذ اليوم الأول لاستلام الحكومة مهامه. بصراحة كلام الملك يجب أن ينفذ فورا، خاصة أنه يعني جلالة الملك والعائلة الهاشمية والدعم الكبير اللي تلقاه المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة بعد إنجازه الآسيوي، إنجازه في مبارتين الكويت وفلسطين، أعتقد أنه يعني شجع الجميع على أن يكون الاهتمام أكبر بالرياضة والاهتمام أكبر بالشباب والاهتمام أكبر بالبنية التحتية. يعني إذا نعيد كلام الأستاذ المعتصم، من شهر أربعة، من شهر أربعة يعني قبل خمس أشهر من الآن، هناك علم لدى إدارة مدينة استاد الحسن بأنه الحسين بده يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2 وراح يلعب ثلاث مباريات بيتير وربما أكثر، فإن شاء الله تأهل للدور الثاني على استاد الحسن. وأنا بعتقد أنه المشكلة مش كبيرة كما ذكرنا في قبل دقائق، أنه مشكلة ترقيم كراسي، مشكلة أرضية ممكن يستصلحوها، لوحات إرشادية، إن شغلات سهلة وبسيطة بتتنفذ في أيام. لكن أنا بعتقد أنه يجب يعني فتح تحقيق بهذا الأمر من المقصر في عدم إنجاز المتطلبات، لأنك أنت حرمت مدينة، حرمت جمهور سواء جمهور الشمال أو الجمهور بتروح من عمان يشجع الحسين البيت، حرمته أنه يحضر أو يشجع الحسين في ملعبه، من حقه يلعب على ملعبه زي ما الوحدات بيلعب على ملعبه، زي ما أهل دبي بيلعب في ملعبه في الإمارات في دبي، بروحش بيلعب في الشارقة. من حق نادي الحسين انه يلعب في اربد. ثائر اليوم احنا كنا نحكي في محافظات الشمال، ترى المباريات انها تصير اليوم في محافظات اهم من العاصمه عمان. يعني انت لما تحكي لي اليوم مباراه باربد في 10,000 بده يحضرها، انت بتحيي المنطقه كامله، زي ما بتحيي السوق، زي ملعب العقبه، زي ملعب السلط، ملعب العقبه كانت العقبه راس ايام اليوم راس. نكون واقعيين، يوم العقبه انت لما يصير في حفل لفنان معين عربي بيجي المدينه للفنادق، كل شيء بيشتغل لما يكون اجازات 100%، لما يكون في عندك مباراه انت بتحيي ايضا السوق التجاري في هاي المنطقه، يعني بتساعد في امور كثير. اليوم انت ما تحكي لي بعمان ملعب القويسمي واستاد عمان ملاعب جاي في مناطق خلينا نحكي يعني فيها حيويه باستمرار. فأهمية اليوم الملاعب في المحافظات ويكون في أندية، إحنا لما نقول اليوم نادي من ذات رأس في الكرك
ونقول العقبة في العقبة ونقول اليوم في إربد وفي الرمثة وفي معاني يكون في ملعب، هو الهدف اليوم توسيع رقعة اللعب. لكن اليوم ما في صح يعني في مواهب تستحق انها تبرز، يعني ما في نادي اليوم بحسك انه نادي محافظ، يمكن نادي الرمثة لانه لاعبين وكلهم من ابناء المدينة. اليوم الحسين كونه في ملعب فيها افضل، تجي لنا اليوم نادي العقبة ونادي معان بتدربوا في عمان ولاعبين هم من عمان وبس مبارياتهم بتصير بالعقبة، يعني نادي العقبة بتدرب لاعبين اغلب الاوقات في عمان، وقت المباراة بيروحوا يعني هم الضيوف والفريق المستضيفين ايضا ضيف زيارة. يعني ليت انا بما انه الاستاذ معتصم حكى انه في امكانيه لفتره ثالثه للاتحاد الاسيوي يجيكش في الملعب، انا بتمنى انه يتم انجاز الامور البسيطه في هذا الملعب. مباراه الكويت من نمشيها انها تلعب استاد عمان، لكن انا بعتقد انه من حق هو مش عائق ومش هالمشكله الكبيره يعني، لكن هو اللي بيحز في البال انه احنا مش هالمباراه الحسين مع الكويت الكويتي، هاي خدمه لبطوله الدوري والبطولات. اليوم الفيصلي بعض اللاعبين شكوا في مره من المرات من موضوع الملعب ورش المياه، بعديها طلع منذر ابو عماره واشتكى ايضا من ارضيه الملعب واكثر من لاعب طلع وحكى بموضوع الملعب. فيعني انه اليوم احنا لدورينا بدنا قبل ما يكون لمشاركه خارجيه ومشاركه اسيويه. انا بعتقد انه الشمال بيستحق يكون له ملعب، خاصه انه للامانه الشمال فيها مواهب كثيره، اذا بنطلع على الرمثة العربي الصريح الحسين اربد، وهناك عندي الدرجه الاولى ودرجه ثانيه في عديد المواهب يعني الملفته في الشمال، بحاجه الى ان تكون هناك اهتمام فيهم من خلال ملاعب، من خلال انشاء ملاعب جديده. الاهتمام باستاد الحسن هو واجهه في النهايه لمدينه اربد، واجهه للانديه التي تمثل مدينه اربد او محافظه الشمال بشكل عام. نتمنى انه يتم معالجه كل الامور اللي حكى عنها الاستاذ معتصم الكردي حتى يحصل الحسين على حقه في اللعب على ملعبه. والموضوع الاهم، أنا استضفت السيد عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين في إحدى الحلقات وسألته عن موضوع ملعب، هل في تفكير بأن يكون في منشأة رياضية لنادي الحسين؟ حكى لي في موضوع أرض، إذا تمت الأمور وشفنا الأمور سهلة أنه نحصل على هاي الأرض جاهزين يعملوا ملعب وبمواصفات عالية بيستفيد منه نادي الحسين وبيستفيد منه أغلب الأندية اللي في الشمال. فبنتمنى هذا الموضوع يكون في شراكة. هذا أنا بالنسبة لي أهم من الدعم المادي اللي بيطلبوا فيه كل 3-4 أشهر وكل فترة بدهم تعويض للخسائر المالية الأندية. موضوع التعاون في هذا الجانب، يعني إحنا اليوم الأندية في الزمانات أمانة عمان أعطتهم أراضي، اليوم حلت مشكلة كبيرة أكيد بمقر الإقامة بالملاعب التدريبية، فهذا أيضا موضوع هام جدا للأندية وممكن يشكل لهم دخل، ممكن يحل لهم مشاكل كثيرة. وبكل تأكيد باقي الأندية في بعض الأمور بيكونوا حاطين، يعني الفيصل أنا في أحد المرات سمعت أيضا أنهم طلبوا في قطعة أرض جنب النادي حتى يوسعوا النادي أو يعملوا مشروع استثماري للنادي. فكل نادي بيقدم إذا كان في خطة ويكون في مراقبة اليوم من الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع، يكون في رقابة للعمل على أرض الواقع. اليوم تتطور الرياضة شوي شوي إذا كان أكيد ليت زي ما الفيصل الوحدات الجزيرة الأهلي حتى اليرموك عندهم ملاعب في نعم. في طريق المطار. أندية الشمال من واجب وزارة الشباب وحتى بلدية إربد أن الأراضي التي لا يمكن يعني الذي لا يعتمد عليها والأراضي التي لا تستخدم أن تمنح للأندية لبناء ملاعب تدريبية حتى صحيح. الأندية ما تتشتت ومن اللي تدرب اليوم وين من نلعب اليوم أو حتى في المباراة الودية مرات بتلاقي ناديين يعني الصريح والرمثة لعب على ملعب الصلت لأنه الأستاذ الحسن مسكر صحيح. فأنا ما بعرف بصراحة يعني ملعب الحسن يعني من شهر 4 بيعرفوا في الموضوع والآن كمان في مشكلة تانية إنه كمان هسا هو في صدد الصيانة لأنه فيش عليه مباريات. فهي أنا بعتقد إنه لازم تكون في يعني صيانة كبيرة ونهائية للملعب حتى لو يعاد إغلاقه مرة ثانية وحتى لا تضرر الأندية. الرمثة والصريح لما يروحوا من إربد على صحيح. الصلت يعني أعتقد إنها تكلفة عليهم على جماهيرهم على إدارة الأندية في ظل ضائقة مالية بتعاني منها الأندية أصلاً. صحيح. مع نهاية هذه الحلقة بدي أشكرك ثار وجودك معنا ضيف. شكراً لك. الرياضية والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تحية مني لكم وإلى اللقاء.